السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الارت. رمضان مبارك، كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله يدخل عليكم صحة وعافية يا رب. اول شي حبيت اشكر اكثر من 1000 مشترك على القناة. اذا عندكم اي استفسار خلوا لي في التعليقات، راح اجاوب عليه في فيديو لاحق. وراح نبتدي بمجموعة ايردروبات اليوم، وراح اجاوب على تعليقاتكم المهمة اللي بعض الاشخاص سألوني على اخر فيديو، راح اجاوب عليها الحين وبعدين ندخل الايردروبات. تابعوا الشرح. رامي رامي، الف شكر لك، انت افضل يوتيوبر يشرح ايردروبات، ولكن ارجو من رابط قناتك تليجرام، والافضل وضع رابط الايردروبات على قناتك تليجرام كي لا تتعرضي للمشاكل، ورابط قناتك تليجرام ليس موجود بصندوق الوصف، ارجو ان تتحقق منه. اريد ان انضم لقناتك تليجرام، تابع معك ايردروبات مجانية بدون دفع او شراء عملة. ولكل احترام والتقدير على جهودك. شكرا اخي على مرورك. راح اعطيك الحين قناتي على التليجرام، هذه هي رابط ريبلاي، راح اسوي ريبلاي، هذه هي رابط قناتي. اوكي ادخل ان شاء الله يكون خير. صابر موسى، ادخلي جيت بوان. طبعا شكرا لصابر وشكرا لتيرمان، وضحوا لي بالنسبة للشرح حق البارح، انا سويتها. لازم اسوي ستيك عشان ناخد البوانت، كل يوم ناخد 100 بوانت، 10 بوانت عفوا كل يوم. انا سويت ستيك 100 قطعة، اشتريتها للعملات باكت، فسويتها عشان يعطوني كل يوم 10 بوانت اقدر اسحبهم. انا سحبت، هذه هي 10، باقي لي ساعة وسبع دقائق واسحب العشرة الثانية لين نخلص الرصيد اللي معانا. 100 قطعة راح تكون لوكت، يعني مقفل عليها لمدة 5 شهور، عشان يكون بس الناس واضحة عندهم هذه الخدمة اللي موجودة على الموقع هذا، المنصة هذه. فبنروح نكمل هذا. شكرا صابر موسى على تنبيهك لي. اوكي شكرا شيرمان نفس الشيء على تنبيهك لي. ببجي لايت، مشكورة اختي، مبارك علينا وعليكم شهر رمضان، شكرا على مرورك وينعاد عليك بالصحة وعافية يا رب. محمد ربولي، شكرا كالعادة، اود فقط الاستفسار عن كيفية استخراج اموال عملات رقمية في المغرب بدون مشاكل حسب خبرتك في المجال، وشكرا. حياك اخي. طبعا انا دايما استعمل هذا الموقع localbitcoins.com، هنا اروح ابيع البيتكوين حقتي. طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا، هذا يصلح لجميع الدول. طريقة تسجيل سينجاب فري، وتحط ايميلك باسورد، يعني تكتب الباسورد، تفعل الموبايل حقتك، ويفضل تفعل بطاقة الهوية عشان الكيسي حقك، عشان اذا لا سمح الله صار شيء الموقع يتدخل. فبتروح هنا على طول سيل، راح تجيك هنا الولد، تروح تبدا البيتكوين فقط، وتروح هنا سيل بيتكوين، وتختار موروكو، وهنا الاماونت كم. راح تشوف اول شيء بس يتحمل، هذا هما راح تشوف احسن واحد، مثلا هذا تراست 100%. اوكي هذا بيبعث لك على سبيسيفيك بنك، اوكي، وهذا ناشيونال بنك ترانسفر. اهم شيء تعامل مع الناس اللي تاخذ الوفا كاش والويستر يونيون، لا تروح بايع بيتكوين حقتك على باي بال، لانه ممكن يسوي ريفاوند على الباي بال. ابدا بالنسبة للبيتكوين لا تتعاملون بالباي بال، اوكي، لانه بيسوون حركة نصب، انك بس تشوف انت الباي بال وصلك الرصيد، تسوي له يعني اطلاق للبيتكوين، تعطيه البيتكوين حقتك، وبعدين هو يجي يسوي شكوى للباي بال، يجمل لك الحساب ويرجع لهم الفلوس، وانت تكون ضايع في الفلوس. فلا تتعامل بالباي بال، ولا احد فيكم يتعامل بالباي بال، خصوصا في البيتكوين والعملات الرقمية. فاللي يريد هذا الموقع جدا رائع، سحبت منه كاش في المغرب طبعا، وفي دولة الامارات طبعا كذا مرة. ابيع البيتكوين حقتي للناس، اشوف هذا مثلا من 50,000 درهم مينيموم، من 50,000 درهم الى 1,000,000 درهم مغربي. طبعا هذا اقل شيء 1,000 درهم الى 16,000 درهم، وهذا 10 دراهم،
فانت بتختار حسب، انت كم من 50 الى 1000، المهم انت حسب. فبتشوف هنا كاش ديبوزيت التجاري وهكذا، راح اخليلك طبعا الرابط وشوف هذا احسن موقع بالنسبة لي انا اتعامل معه شخصيا. فاهم شي ما تسوي له رياليز، رياليز يعني اطلاق للبيتكوين، يعني شو يعني يا ربي، يعني مثلا انا بعت لي بيتكوين افرج لك على البيتكوين، لا لين توصلك تاخذ الكاش حقتك في الويسترن يو او وفا كاش او البنك، وبعدين ترجع للموقع وتسوي له ان تم الاستلام وخلاص. راح اخلي لك الرابط، طبعا شرحته انا قبل في القناة، ادخل دور عليه راح تحصله هناك. ونروح على سؤال تاني، حياك اخي، اذا عندك اي استفسار اخر اسألني عادي. زاكي ويك، كيف نشحن وكس؟ الوكس راح اخبرك الحين، هذا كوان ماركت كاب الوكس، وكس بي سعرها 0.25. طبعا تروح على الماركت هنا راح تحصل جميع المنصات اللي تدعمها الوكس، اوكي، موجود هوبي جلوبال، موجود هذا، تروح تحول يو اس دي تي مقابل وكس، وبعدين تروح على الولد حقتك وتبعت الوكس حقتك عادي، عادي المنصات وخلاص. هذا هو طريقة الشحن على الوكس. خلاص شو كمان، شكرا على مرورك، السلام عليكم. سونيا، السلام، شكرا على القناة، هل ممكن توضيح كيف تسحب العملات التي ربحتها على منصة لاتوكن؟ مع العلم ان حسابي مفعل لكن لم افهم كيفية البيع المبالغ البسيطة، شكرا مسبقا. حياك سونيا. طيب بنروح على لاتوكن، وهذه هي، اذا رحنا على الوالد بنشوف كم معانا. اوكي معانا عملة، مثلا عملة دي سي ان، اوكي اخذناها ايردروب 13 دولار. تروح على تريد، تضغط كده او اكس ار بي، اي عملة معاك. اول شي بتشوف كم على السحب وخلاص، تشوف السعر المناسب، مثلا هادي باي، مثلا انت تريد تبيع عملتك، عندك هنا العملة حق الدي سي ان مثلا، بتروح على السيل، اوكي راح تسوي 100%، يعني المبلغ كله اللي معك او نص، راح نسوي 100%. راح نروح على ها، شايفين الخضرة هذي، احسن سعر هو هذا 3.14، راح نضغط عليه ونعلم على 100، بيقول لك راح يبيع عالي ب 12.69 دولار، وبتسوي سيل وراح تنباع عليك خلاص. هذا ما في الامر، مثلا فري يو اس دي تي، هذا عندي مثلا، هذا عندي 150,000، نفس الشي بنروح على السيل 100، بنشوف الاخضر احسن سعر وبيعطيني 1.19 دولار، تسوي سيل لين تجمع اليو اس دي تي، تجمعي او تجمع يو اس دي تي، وبتشوف كم السحب على اليو اس دي تي، يعني تحول جميع العملات حقتك الى عملة واحدة اللي هي يو اس دي تي. بنشوف كم السحب على اليو اس دي تي، اذا رحنا مثلا على الويدراو، هذه هي سند، اوكي راح نشوف مثلا على يو اس دي تي تارسي، طبعا هذه هي مينيموم 5 دولار السحب على اليو اس دي تي، اوكي اذا على تارسي 20، اذا رحنا على ارسي 20 المينيموم 21 دولار، يعني البلوكشين حق الاثريوم، اذا البلوكشين حق الترون السحب على 5 دولار، راح تشوفون الفرق، وراح ياخد فيه 3 دولار، يعني رسوم راح يخصم 3 دولار. اذا على اللاتوكن عندك حساب تاني في السحب فري 0.0، فاهمين كيف؟ يعني بتحول جميع عملاتك اللي تجيها هنا، اللي تجيك هنا حوليها الى يو اس دي تي، بعدين اسحبيها بكيفك، اهم شي تكوني مجمعة المينيموم ومسوية حسابك عشان الفيز. فا اوكي خلصنا. سونيا حياك يا اختي. المهم بيتكوين ايجيبت، شكرا يا اكرام، كل سنة وانتي طيبة، رمضان كريم، رمضان كريم اخي، ينعاد عليك صحة وعافية يا رب،
سؤالها هو لازم تفعيل الوثائق على منصة بيبتو عشان تستلمها؟ نعم أخي لازم تفعيل الوثائق. فإذا رحنا على هذا رحنا على الريفرر راح تحصل عندي 0 أوكي، بس من جوا راح تحصل عندي 7 أشخاص تسجلوا أوكي، 7 أشخاص تسجلوا ولا أحد فعل طبعا ولا أحد أخذ الباكت. وضروري تفعيل الوثائق سهل جدا، ما أدري أنتوا ليش متخوفين على التفعيل، أصلا الشغل في الإنترنت في أي منصة حتى لا تكن لازم تفعيل، بينس لازم تفعيل، كل شيء لازم تفعيل، مش عشان تسحب حماية لك. يعني إذا سمح الله صار لك مشكلة في البيننس ولا لا تكن ما راح يعرفونك، فلوسك ضاعت خلاص، بيعرفونك فقط بالتفعيل إذا كان حسابك فاعل. فهذا هو في الأمر. راح نروح الحين على إيردروبات. ماذا هذا الإيردروب؟ مهم جدا جدا. سعرها حاليا في كوان ماركت كاب هذه بوكس فيننس، طبعا إذا رحنا على الماركت بنشوف على أي ماركت موجودة. موجودة على يوني سواب وجو سواب طبعا وبيت مارت وبيكس وبيلاكسي وهوت بيت، فموجودة على كذا منصة استغلوها. طبعا راح يوزع 31 بوكس ما يعادل 5000 دولار افري ويك كل اسبوع. طريقة تسجيل سهلة جدا، الايميل وتحط البين سمارت شين حقك وفيريفي ايميل. انا ما جاتني الفيريفيكيشن حق الايميل لسه، يمكن بكرة راح تجيني. فاذا ضغطنا عليها راح يحولنا على الصفحة كده، راح تسوي جوان كونتست، راح تاخد ايميلك بالشكل هذا، تحرر كاباتشا اوكي. بس ننتظر جوان خلاص، ريجستر كومبليت ويت اوكي. انا لساتني ما جاتني كونفرميشن حق الايميل، راح ننتظر ضروري تفعيل عشان ينحسب لك البوينت. فالبوزيشن هذا 5268، عندي 14 احالة. راح تيجي تسوي هالمهام جوان تليجرام جروب، راح تسوي جوان تليجرام جروب والشانل نفس كذلك شانل، وكلاب اون ميديوم راح تسوي له فولو على الميديوم وتسوي لهم كلاب، وكريت فيديو اون يوتيوب راح تاخذ 100 بوينت. بس انا ما سويتها لانه هذا الفيديو راح يكون مشارك مع دروب الثانية، راح اسويها بعدين. وبعدين تشيك اور ويب سايت وفولو اون تويتر وتويت اون تويتر وهكذا وخلاص. وبعدين هذا سبيشال ديلي تاسك راح تاخذ 200 بوينت اذا رحت على كوان جيكو وسويت سيرش اور كليك هير اوكي اند فوت اون جود اوكي. بنروح على كوان ماركت كاب راح نسويها قدامكم، سيرش فور اوكي كليك هير فور دايركت سكرول داون اند فوت اون جود اوكي. هذه هي نفس الشيء اوكي. يقول لك ننزل تحت ونسوي لهم بعلامة لايك، بس ندور على اوفر فيو، على الاوفر فيو اوكي. تحمل معنا الصفحة راح ادور عليها عشان ما يطول الفيديو. هذه هي اوكي، شايفين في الاوفر فيو، لما تروح على اوفر فيو شايفينها تيجي تسوي لها جود اوكي خلاص. شو كمان طالبين؟ وبعدين سوي سكرين شوت كوان جيجو كوان ماركت كاب. راح نسوي سكرين شوت حاليا على الموقع هذا بس عشان يبين معاهم اوكي. نصغر الصفحة عشان تبين. فعموما راح اسويها لما اخلص الفيديو. فهذا بتسوي لهم سكرين شوت صورة ترفعها، وكذلك كوان جيكو نفس الشي ريت جود وخلاص. هذا هو الايردروب. بنروح على ايردروب تاني، طبعا هذا خلص اونلي فور كانت 2000 شخص، وخبرتكم قبل 3 ساعات يعني باقي بس 200 يوزر فاكيد خلص. ايردروب تاني راح يوزع 30 دولار
يعني 1500 قطعة من عملتك راندوم، يعني عشوائي لأربعمية شخص، فراح نسوي لينك. طبعا باقي له 3 أيام يخلص. 600 ألف قطعة راح يوزعون على 400 شخص عشوائي. ننزل تحت فولو هذا، اوكي ريتويتاية، هذه تويتاية مع هاشتاج، مع اضافة 2 أصدقائك في الهاشتاج. انسر كواشن، انا خليت لكم اكيد الكواشن اللي راح تسوي انسر، هذه هي تنسخها كده وتسوي لها او تسوي لهم انسر. جوان تليجرام جروب، جوان، وبعدين ايميل، تحط الايميل حقتك، بعدين فولو لينك لايند، بعدين فيزيت اون فيسبوك مع فولو او لايك، تاخذ رابط الاحاله وتروج. وبعدين هذا الايردروب بلاك هات كوان ايردروب راح يعطيك 0.6 من عملتهم. المهم ضروري تربط تليجرام حقتك، اذا دخلنا عليه راح نشوف بيحولنا كيف. راح تدخل الموبايل حق التليجرام، راح يجيك كود على التليجرام نفسه، وبعدين راح تيجي تاخذ رابط الاحاله وتروج. هذا هو الايردروب، راح يجيك بشكل كده. انا حسابي هذا 2.50 قطعه، كل هذا الناس دخلوا معي فاوكي. هذا ريجستر بونس اخذت 0.50، بونس فور ريفرال لينك 0.10، باقي كلها ريفرال اخذتها من يعني من اشخاص اللي دخلوا معي من تحتي. فعادي انت نفس الشي راح تدخل تربط يا بالديسكارد يا بالتليجرام. فخلصنا هذا الايردروب، معنا هذا الايردروب خلص، وبعدين فتح، باقي له 75 يوم ايضا. فراح يوزع 50 بيرد، وعلى كل احالة 50. فبتضغط على الرابط عادي وتسوي جوان تليجرام، فولو تويتر، جوان ديسكارد، ودن. راح ندخل عليه نشوف من جوا. فما ادري الصراحة شو اللخبطة اللي فيه هذا الايردروب، مرة يفتح مرة يغلق، مرة يفتح، صار لم يوم كامل هو يفتح ويغلق، يعني ساعات فقط ويغلق. كان مبين هنا 75، يعني 75 دي، فالحين غلق. فأكيد إذا فتح راح أسوي لكم إنه فتح. المهم معنا هذا الايردروب تشيلي، راح يوزع 100 ألف أظن، ولا مليون، 1 مليون تشيلي. أوكي موجودة على ترون بلوكشين، ترون هذي. فبتعطي البوت ستار، طبعا البوتات سهلة جدا للناس الجدد. تدخل على قناتي يوتيوب، تكتب ما هو الايردروب، راح تحصل كل المعلومات اللي راح تبتدي معاي في الايردروبات. فهذي بندخل الحين ستار، بعدين نحل كاباتشا، راح يبين لك انت من هنا. بنشوف ريفرش 2 بس، راح يبين لك جوان تليجرام جروب، جوان تليجرام شانل، تويتاية وريتويتاية وكومنت وهكذا. وبعدين تعطي البيانات حقتك، تويتر وخلاص، وترون حقتك طبعا، بلوكشين حق ترون، تاخد رابط الحالة وبتروج. معنى هذا الايردروب طبعا سيف دايو، راح يوزع 5000 قطعة. اذا ضغطنا على عبارة عن فورم، راح يحولنا على الفورم. ان شاء الله يكون فاتح الفورم عشان اراويكم من داخل. لقد ساهمت بالرد. فالتسجيل في الفورم سهل كالعادة، شوان تليجرام جروب وتويتر ونفس الشي، والميديوم وهكذا. انا راح يطلب اكيد الميديوم، فبتاخد راب احالتي، يوزر نيم حقي، خلاص معنا هذا قريب راح يخلص. طبعا هذا مدفوع راح يكون، لانه كنا شرحنا الوالد حق سول. طريقة تسجيل سهلة، راح تروح على جوان ديسكارد، طبعا نضغط عليها عشان اراويكم من جوا كيف. اول شي لازم في المحفظة، بس ننتظر، غلقنا الصوت، اسفة كان صوتي هذا في الفيديو. اول شي لازمك المحفظة، اللي ما يعرف كيف يسوي المحفظة، طبعا المحفظة راح تكون مدفوعة. يروح على هذا الفيديو بلوكشين سولونا ايردروب مهم لعملة BST، فراح تجيك سهل المحفظة تنشئها. فراز كي حقتك، الكلمات 12
تخزنه في ورقة وقلم كالعادة مثل ما خبركم، وبعدين تروح تشتري عملة سول من أي منصة، تابعوا بس هذا شرح شرحت فيه كل شيء. أوكي، تشتريها وتحولها هنا عشان تضيف عملة جام، هذه اللي راح نشتغل عليها الحين. راح تروح على الديسكارد، أوكي هذا هو، راح تسوي له accept invite، راح يحولك على الديسكارد من داخل. وبعدين راح تروح على شو كاتبالك هنا، follow تويتر ريتويت تاك مع اثنين اصدقائك، راح تسوي فولو لهذا التويتر، وبعدين ريتويتاية مع تاك اثنين من اصدقائك. اوكي، وبعدين تروح على go to OG verification، هذه هي OG verification، وراح تبعت لهم التويتاية اللي سويناها. شوف الناس باعتين التويتاية كلهم، انا سويت great project وتاكت مع اثنين اصدقائك وخلاص. وبعدين ايش كمان، بعدين راح تروح go to how to get og، هذه هي how to get og، وراح تسوي ريكت روكت ايموجي. طيب راح تروح على هذه، شايفين هذه، تسوي لها ضغطة كده ضغطة كده لين تعلم معك، فخلاص انت كده تأهل الاردوب. ثاني شيء راح اخلي لك البيانات اللي راح تدخلها هنا، هذه هي، راح تروح على الزائد هذا لما يكون عندك رصيد، تروح على مانيوال انبوت، راح اخلي لك الوالد حقت الكونتراكت حقت العملة والسيمبل حقتها وتوكن السيمبل والنيم، تسوي لها اد، راح تدفع فيز، هذه هي الفيز عفوا، هذه هي راح تدفع 0.0020 سول عشان تدخل هنا، لما يخلص راح يجيك الايردروب هنا وخلاص. فاهمين؟ فخلاص هذا هو شرحنا اليوم، اذا في اي استفسارات اكتبوا لي كالعادة، راح اجاوب عليها في فيديو لاحق، واشوفكم على خير في فيديو لاحق، مع السلامة.